رأيي إنه نفرض عليك تضل بمكان واحد طول حياتك. أبحاث وتجارب تقدم حلولاً ابتكارية لتسهيل الحياة واكتشافات واختراعات. هلأ لسه انفتح علينا بعد جديد. وهنا يشخص نظام الذكاء الصناعي المرض ويتابع المريض دون أي تدخل بشري. أين نحن منها وإلى أين تقودنا؟ فماذا عمن يحاولون الصمود والبقاء رغم قوانين الطبيعة والحياة؟ جديد عالم التكنولوجيا وغريبه. كيف؟ العربي تك الليلة السابعة والنصف مساء بتوقيت القدس على العربي 2.